السلام عليكم، معكم أخوكم حسين مشعل من ثانوية جابر الأحمد. اليوم استفدنا بوزارة الصحة، استفدنا وتعلمنا عن أدوات التواصل الاجتماعي وشفنا شنو أضرارها وشنو الجوانب السلبية والإيجابية حقها. وأنا نصيحتي حق إخواني الطلبة أن يقللون من الوقت اللي هم يقعدون قدام أجهزتهم، قدام تلفوناتهم، فيها أن ضرر حق عيونهم، ضرر حق خلايا المخ، وفيها أن يعود الجسم على الكسل وعلى الجسم يكون بليد وعلى الخمول. فإن أحسن يقللون من الوقت اللي يقعدون قدام الأجهزة هذه ويمضون وقتهم بممارسة الرياضة. معكم طالب أحمد محمد جاسم ثانوية جابر الأحمد. أنصح زملائي إن إذا كان عندكم أصدقاء سوء أو اكتشفتوا أن أي واحد من ربعكم مثلا عنده أي نوع من المخدرات واخروا، لأن حتى الجليس له عقوبة قانونية. السلام عليكم، معكم طالب عبد الوهاب اسكناني من مدرسة خالد سعود زين. اليوم خذينا محاضرة عن المخدرات وأضرارها، ومنها الشبو. من أضرار الشبو الهلوسة والعنف، يعني تخيل نفسك سبايدر مان وكذي. معاك سعد عزام دوسري من مدرسة خالد سعود زين. اليوم حضرنا محاضرة وزارة الصحة، استفدنا منها وعرفنا فائدة التواصل الاجتماعي. هناك أضرار في بعض سكنات تستخدمها الشباب في مجال ثاني بشكل خاطئ. يعطيكم العافيه. السلام عليكم، معكم اخوك عبد الرحمن الفجاوي من ثانويه جابر الاحمد. اليوم خذينا ندوه عن المواد الغذائيه، ان اي واحد ما يشرب ماي يحاول يكثر من الماي لانه وايد مفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم الطالب فيصل فهد الشبيعان من مدرسة مرشد سعد البذال. اليوم أخذنا ندوة توعوية عن أضرار السمنة وعن أضرار التواصل الاجتماعي وكثير من، وأخذنا عن المخدرات. إحنا الحين في زمن أغربائنا وأصحابنا طايحين في الخطر، ووعونا عنه وعطانا مخاطرة الكثيرة، والحمد لله أظن أنها كانت فائدة جدا. معكم الصراف من ثانوية جابر أحمد. استفدت اليوم عن أضرار المخدرات والشبو،